نتوما طلعت بثلاثه ديال السلسلات انتي نرجع معكم ها نتوما عفوا طلعت بجوج سلسلات غادي ننقز هاد العمود اذا هنا شحال دايره دايره ثلاثه ديال العمود داير ننقز هاد العمود هذا وسطاني وغنمشي ديريكتومون للثالث فوالا هكا ندير عمود ديالي صحيح السلسله كاين عندي فراغ ياك هو هذا غنمشي نخلي الفراغ غنمشي فوق من العمود هنا بحال غادي نسترجع الاعمده دياولي وفي نفس الوقت انا ما بقيتش كنزيد سلسله وكننقز عمود وكنمشي العمود الثاني سلسله وكننقز عمود وكنمشي العمود الثاني سلسله وكننقز عمود وكنمشي العمود الثاني شحال عندي 1 2 3 4 سلسله نقز عمود وكنمشي للعمود الثاني اللي هو هذا فوالا اذا شحال عندي هنا عندي هذا كيتحسب هو هذاك اللي خدمنا ليه هو نديرو لكم بحال هكا وهذا ديال جوج اعمده هو هذا انتما حتى هنا نديروها بحال هكا اذا هادو جوج اعمده ديالي وهنا شحال عندي عندي 1 2 3 4 5 اذا خص يكون عندي 5 ديال الفراغات نحسبوهم دابا انا مي فوالا 1 2 3 4 5 اذا عندي 5 د الفراغات وغنعمر هنايا 3 شحال غيجيني فيهم 1 2 3 4 5 6 7 ديال الاعمده فوالا نخدمو 7 ديال الاعمده هذا كيتحسب 1 2 3 4 بلاتي نخرجو هاد الخيط مع 5 6 الى جاني في نيشان في العمود الاخير اللي على قبل من الفراغ اذا انا غدا صحيح يعني العمليه مبسطه جدا فوالا هايا شنو عندي من وراه عندي فراغ ها هو عندي فراغ ومن بعده عاوتاني 7 ديال الاعمده اذا الفراغ نحسب هنا 1 2 3 4 5 5 اذا ها شنو ندير بصح هكا 6 اذن هانا كملت 7 ديالي ديال الاعمده دابا اشنو غندير غادي نرد المربعات ديالي اذا غنقص واحد هذا ونمشي لهذا ها واحد خاص يجيوني 5 كما جاوني في هاد الجهه 5 يجيوني في هاد الجهه 5 واحد ها جوج نقص عمود وكنمشي للعمود الثاني 3 نقص عمود وكنمشي للعمود الثاني سلسله نقص عمود ونمشي للعمود الثالث فوالا عندي هنا فراغ ها هو عندي الفراغ اللي كان ديجا عندي في السلسله ها هو هو هذا البنات واخا ما كيبان صغير لكن نحاولوا نبينوه هنا ها فوالا اذا هنا غادي نديرها عمود وندير سلسله حداه انا كملت ستار ديالي ونطلع فوالا هانتوما البنات شنو عندي هنا غندير عمود فوق من هاد العمود هذا ثاني اذا هنا صافي راه ساليت انا الخدمه ديال انني كنوسع يعني شنو دابا انا في هاد الصف عندي من عام فراغ 1 2 3 4 خص يكونوا عندي 4 هاد ها واحد فوالا صافي كنظن ان دابا العمليه ولات واضحه عفوا هنا ما درناش السلسله البنات لا اذا هنا غندير فوالا نخدم معكم هاد السطر ونشوفوا حسابنا واش صحيح ثاني سلسله 3 فوالا اذا العمليه صحيحه اذا ها مخرجوا لينا 4 ديال الفراغات من بعد اشنو هاما 4 ديال الفراغات اذا هنا غنعمر ب7 فوق منها 7
واحد، هذا كيتحسب واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. أنا ما نشوفش الزواقة بصفة نهائية إلا من كمل وغادي يبان لي راسي شنو درت. إذا عندي فراغ ومن بعده عامر، فراغ ولا إذا فراغ، إذا غنقص عمود فراغ، غنقص هذا العمود وغنمشي لعمود ثاني وراه قلت غيكون عامر، وراه عندي عامر. إذا فعمود وسط من المربع ونسد المربع، كنسد المربع، إذا كنمشي للعمود اللي فوق منه على طول وندير سلسلة، عندي سلسلة وراها فراغ وراها سبعة ديال الأعمدة، سلسلة فراغ حل. إذا قلنا سبعة ديال الأعمدة. سمحوا لي كنحاول نزرب لأن كيبان لي فيديوهات طوال شوية. ها جوج، ثلاثة، ها أربعة، خمسة، سبعة. البنات خصو يجيني على العمود الأخير، ها ستة، إذا ها سبعة جاني على هذا. فوالا نفس الشيء ونفس العملية، خصي يخرجوا عندي أربعة ديال المربعات اللي فارغين. وكالعادة كان هاما فوالا كملوا أربعة ديال المربعات اللي فارغين إن شاء الله رجع معاكم. إذا البنات هنا في العمود السطر اللي فوق منه في شحال، في غير ثلاثه المربعات فارغين، ومن بعد كنديروا سبعه الاعمده عامرين. ثلاثه المربعات فارغين ها هما درتهم، ها هما البنات باينين واضحين، وكنعمر سبعه. اذا عندي هذا كنحسب واحد، جوج كتجيني في المربع، ثلاثه، اربعه، ها خمسة، ها ستة، ستة، ها سبعة، سبعة. هيا إذا شنو عندي ورا سبعة؟ عندي فراغ، العمود الأخير، باش كندير مربع، فوالا. إذا عندي شنو آخر؟ عندي عامر هنا، ثلاثة ديال الأعمدة، واحد جوج، والثالث هو هذا. وعندي عاوتاني فراغ، يعني العملية دابا واضحة، الإنسان كينقل من هاد الباترون ديالو عفوا وكيبان ليه. فوالا عندي اللي مربع تاني عامر، ثلاثة، وعندي فراغ، وسبعة ديال الأعمدة عامر. كنقص عمود وكنمشي الموالي ديالو، كنحسب سبعة ديال الأعمدة ديالي، جوج، ثلاثة، ها أربعة، خمسة، ستة. أنا كنحاول بما أمكن أنني نوسع، أنتم اللي كتشوفوا راه كنجبدها بيدي باش يبان أكثر وأكثر. ندير سلسلة ونخدم واحد، خص يعطيوني هنا ثلاثة، جوج، خص ضروري تعطاني هنا ثلاثة، جوج، جوج، فوالا. ها الثالث، إذا ملي كنخدم الثالث كنخدم الثالث فوق، كيجيني فوق عمود، فوق من عمود على هادوك جوج أعمدة اللي أنا طالعة بيهم. فوالا اذا كنطلع دابا هاو ثاني هنا بجوج سلسلات. انتما انا غدا يعني هي راه واسعه باينه، كتبان غدا وكتبان بشويه بشويه. اذا هنا انا وصلت لهاد جوج مربعات فارغين، ها هما، اذا ها هما نتي عندي هنا واحد هادوك الاعمده، نتي نمشي الخيط فوالا، ندير مربع ثاني ونعمر أعمدة ديالي، واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ها أربعة، ها خمسة، ها ستة، فوالا، ها سبعة. سبعة عندي فراغ، إذا غنقز عمود ونمشي لعمود تاني،
من وراه كاين عمود عامر، واحد كاين عفوا مربع عامر، اذا واحد جوج فوق من العمود عمود، من وراه كاين فراغ، اذا نمشي العمود هذا ومن وراه كاين عامر، جوج ثلاثة، اذا فراغ ومن وراه عمود ومن وراه مربع عامر، ولا ومن وراه وندير نسد المربع ديالي، ها هو، ونشوف فين وصلت شحال عندي من هنا. ها هو انا فهاد السطر البنات، انا فهاد السطر باش نكبر لكم تبان، انا بنات فهاد السطر. اذا فوالا هيا باينة واضحة. اذا بقى ليا فراغ واحد، انا درت سلسلة، اذا هنا غنخليوه عمود ونمشيو العمود الموالي ونعمر سبعة ديال الأعمدة دياولي. أربعة، ها خمسة، ها ستة، فوالا سبعة. إذا وعندي سبعة وجوج ديال الفراغات سلسلة، ها واحد وها جوج، وندير الأعمدة دياولي بجوجهم، واحد جوج، ندور هنا. اذا هنا غادي نرجع الاعمده ديالي كلهم، انا غنرجع الاعمده ديالي كلهم، شحال عندي المربعات عفوا ديالي كلهم، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، اذا خمسة خصني بخمسة نخدم بهم فوالا. وكنبقاو نخدمو بهذه الطريقة هادي حتى كنكملو. انا انتم الطريقه باش كنرجعوا المربعات راه وريتها لكم في الفيديو اللي كان سابق، انني كندير مربع، كندير عمود وكنمشي للعمود هنا، كندير فوق عمود فوق عمود، كيكون فراغ كندير فوق منه عمود واحد اخر، وكنبقى هنا ملي كنوصل للاعمده كنبقى غدا وكنقز عمود. اذا عندي عمود خدمته، عمود غنقزو ونمشي للعمود اللي وراه، عمود اللي وراه ولا ها هو كيبان. اذا عمود خدمته، عمود نقز عمود، نمشي العمود الموالي، غنخرج نيشان في العمود اللي غيجيني فوالا هنا سلسله عمود. شنو عندي؟ عندي هنا غيكون عامر، اذا ها واحد فوالا، ها عمود سلسله عمود سلسلة عمود سلسلة عمود كنبقى غادي بحال هكا سلسلة عمود، وكنعمروا الأعمدة اللي خاوين كلهم حتى كنحصلوا على هذيك الموديل اللي عندنا في الباترون فوالا. ونديرو سلسلة، نقزو عمود ونمشيو العمود الثاني، نفس الشيء غادي نديرو، هو اننا غادي نردو المربعات ديالنا، نقزو عمود ونمشيو العمود الثاني، انا هكا نقزو عمود ونمشيو العمود الاخير فوالا. ملي غنساليو غنحسبو واش نيت عندنا خمسة ديالنا سلسلة سلسلة وجوج أعمدة، ونحسبو راسنا واش خدمنا هادوك خمسة اللي عندنا في هاد الجنب، هما اللي عندنا في هاد الجنب، ولا نطلعو بعدا بجوج سلسلات ونحسبو، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة فوالا، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. إذا غندور فوالا،
غادي نرد بقى عاوتاني الاعمده، ولكن هنا غدا وكنقص، يعني انا غنجي هنا غدا وكنقص واحد بواحد. اذا انا منين وصلت خدمت من هادو كلهم، انا وصلت لهنا فوالا، ها هما البنات. غادي ندير هنا سلسله وغادي نخدم فوق من غنقز عمود ونمشي العمود موالي، وغنعمر هذا المربع فوالا، نسد مرباعي بحال هاد الطريقه، وغادي ندير سلسله. نتوما راه كيبان لكم انني كنجبد باش بياسه، يعني انا الموديل خدمته مرخوف باش يبان لكم هذا كشونتيو. اذا نعمر هنا سلسلة عفوا عمود، يعني ثلاث الأعمدة عندي سلسلة، ونمشي لهذا. إذا هاداك الصف التحتاني كان عندي ربعة ديال المربعات، دابا خص يكون عندي ثلاثة في الفوقاني، جوج ثلاثة. إذا هنا غادي هاد شحال عندي، واحد جوج ثلاثة أربعة، هنا عندي واحد جوج ثلاثة، إذا سلسلة، وغادي نخدم مربعاتي عادي جدا. كملنا اذا هنا ثلاثة، اذا حنا في هاد السطر اللي فيه جوج، شحال عندنا؟ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة فوالا. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. اذا نكمل هنا غادي سبعة ديالي، وغنعمر هنا واحد كيتحسب كما العادة، ها جوج عمود فوق عمود، او سلسلة. اذا هنا عندي غير جوج مربعات اللي غيكونوا عامرين، حيت هنا كنسدو في هاد داما سميوها هانتا فوالا. اذا نخدمو هنا قزو عمود، وكنمشيو للعمود الثاني، وكنردو الفراغات ديالنا عاوتاني كالعادة، شي حاجة فوالا، نديرو عمود وندوروها ونخدمو الأعمدة ديالنا عادي. نتوما نتمنى تكون كتبان لكم معلومة، أنا حاولت نوسع بما فيه الكفاية. إذا البنات هنا انتبهوا شوفوا معايا، أنا خدمت معكم هاد السطر وجيت للسطر الفوقاني خدمته كذلك، جيت لهاد الفراغ هذا اللي ما بيناتهم بجوج وعمرت باش ولات ليا بحال هكا. ها هي عامره دابا باينه، ها هي ولا عامره. اذا عمرت هنا الفراغ عمرته، وجيت هنا طلعت بالاعمده ديالي كلهم، رديت الفراغات ديالي، يعني كنخدم عمود فوق عمود عمود فوق عمود عمود فوق عمود. شحال خرج من عندي من عمود البنات؟ خرج عندي شحال خرج عندي عفوا من مربع؟ ها هما واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 فوالا 16. انا هنا بديت انا فوالا نحل خدمت، خاص يكون عندي واحد جوج ثلاثة أربعة، أربعة ديال الفراغات فوالا، أربعة ديال الفراغات، وغنعمر غادي نعمر عادي واحد ها جوج. هنا غنبداو بديك التسعود بهذا، بهادي كنا كنديرو التسعود ديال الأعمدة، هنا غنبداو التسعود. هاينا هنا ثلاثة، ها أربعة، ها خمسة، ها ستة. كما قلت لكم منين تجيو توصلوا للرقم التسعود لقاو راسكم واقفين فوق عمود، إلا ما لقيتوش راسكم واقفين فوق عمود اللي غتخدمو عليه عرفوا راسكم راه غلطتو. إذا شحال البنات وصلنا؟ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. إذا هاد السعود، إذا أنا فوق عمود صحيح. إذا هنا شنو عندي؟ هاد البداية عندي هنا سلسلة، درت سعود من هنا وتسعود من هنا وسلسلة سلسلة، أو ونخدم عاوتاني تسعود واحد جون انا ون خيط كي نشرت لي هي ثلاثة أربعة خمسة خمسة ها ستة سبعة
سبعة، ثمانية، ها تسعود. إذن خص يكون عندي شحال من فراغ؟ خص يكون عندي أربعة، واحد، جوج، ثلاثة، ثلاثة، عفوا جوج، الله جوج ثلاثة، حسبت المربع أنا، عفوا نتهدر، جوج ثلاثة، إذن ها الرابع، ها هو الرابع، وكندير جوج أعمدة دياولي اللي هما كنطلع بيهم، وكنطلع هكا بجوج سلسلات. إذن هنا في هاد السطر الفوقاني غادي يكونوا عندي فقط جوج ديال الأعمدة، جوج ديال المربعات اللي فارغين. إذا نخدم عمود هنا فوق من هاد العمود، دابا نخدم معكم هاد السطر وغنحبسو إن شاء الله. فوالا عمود دابا مربع، إذا عمود فوق من عمود، سلسلة، عمود فوق من عمود، سلسلة، فوالا العمود الأخير. فوالا البنات هنا، هنا نرجعو هنا من الأول. إذا شنو عندنا هنا؟ عندنا هنا تسعود مربع خاوي، مربع عمر، مربع فراغ، تسعود، نفس العملية. إذا هنا فوالا، إذا عمر دياولي هنا تسعود ديال الأعمدة. والبنات كنظن أن المسألة واضحة جدا جدا جدا. يا ربي نكون وصلت لكم القليل، وتعرفوا كيفاش أنكم من أي باترون تقدروا تخدموا أي موديل. نتمنى أنني غنزيد نعطيكم موديلات مقتبسين كذلك من مرمة الجوهر كما هاد الجوج اللي دوز دابا في القناة. نتمنى دائما تدعموا القناة بالاشتراك، بلي جيم، بلي كومونتير، هادشي اللي كيخليني أنني نكون معاكم ديما. إذا عامون، وقلنا غادي هذا غيكون عامر وعمود، وعندي فراغ، ونقز عمود ونمشي العمود الثاني، ونعمر تسعود البنات ديال الأعمدة دياولي هنا. وها الجوج، ثلاثة، ها أربعة، ها خمسة، ها ستة، ستة، ها سبعة، ثمانية، فوالا التاسع كيجيني فوق عمود، كنكون متأكدة أنني ما غلطتش. إذا شحال خصو يخرج من عندي مربع البنات؟ خصو يخرجوا ليا ثلاثة دياولي، أنا غنخرج ثلاثة دياولي، هما نورمالمون خارجين بوحدهم يعني جوج. فوالا ها الثالث، فوالا ها الثالث، نتمنى نكون فدتكم ولو بالقليل. ودابا غادي تقدوا انكم تكملوا الجوزة الموديل ديالكم. فوالا باين واضح جدا، ما كاينش فيه شي تعقيد او هانتوما. هنا في هذا اللون هذا الغوز كيبان واضح، هذا في البيض ها هو تاهو، يعني ماشي شي اشكال. ان شاء الله غادي الجزء الثاني غادي نوريكم كيفاش تحلوها باش ما يكون حتى شي اشكال، لان البنات كيسولوني بزاف على هذه القضيه هذه. الشكل النهائي البنات ديال الموديل هو هذا كما كتشوفوا، ان شاء الله تاتوما غيطلع لكم بحال هكا. انا اختاريت انني نخدم هاد الصدفات من هنا، اللي بغى يزيد عليهم غرزه بيكو ممكن بلون مغاير يعني على حسب. هنا انا ما بغيتش نطلع غير شبكه خاويه، لا شديت هاد الورقات هادو اللي هنا هما اللي طلعت بهم. هانتوما كما كتشوفوا معايا نقرب لكم، حسبت فقط غير المربعات، وخليت مربع هانتوما، زيت العمود من هنا ومشيت به هاد الجهه، وزيت به عمود من هنا ومشيت به الجهه الاخرى. نتمنى يعجبكم الموديل، نتمنى ديروا لي جيم على لي فيديو الفيديوهات كلهم، ونتمنى تعطيوني لي كومونتير ورايكم طبعا كيهمني اكثر واكثر. نتمنى انكم تشاركوا الفيديو مع الاخوات كلهم المهتمين بهذا الصناعه كلها باش يوصل الفيديو لاكثر نسبه ديال الاخوات. شكرا للدعم، وشكرا لانكم كتهتموا بالقناه ديالي. واللي باقي ما اشتركش يشترك، لان ان شاء الله باقي الموديلات كتير في هذه السلسله
ديال جوزة إيفيلي، والجوزة اللي كنقتبسوها من مرمط الجوهر. شكرا للدعم أكثر وأكثر، ونتمنى التوفيق للجميع. كنتم معي أنا جميلة على قناتي جميلة بريستيج. شكرا.